بدين الثورة دي حاجة حصلت في الدقي. وجايين النهاردة احنا نتكلم النهاردة عن ايه؟ فين المشكلة وفين الحل؟ فين الموضوع اللي جايين نتكلم فيه؟ هو ينفع ادخل سكوتر ميداني؟ ما ينفعش. ماشي. في ناس بتقول على الميادين اخرها في الميدان لف الصينية، واحنا جايين نتكلم ان الميدان ده موضوع مهم قوي. الميادين ثروة قومية يا بشر، الميادين حاجة مهمة جدا جدا في حياتنا، الميادين مش فسقية، الميادين ممكن تطلعنا كلنا وتودينا في حتة تانية، وتخليه شكلنا مادة إعلانية قوية جدا جدا جدا، مش للمعلنين، هي مادة قوية لينا إحنا كمواطنين. وأنا ماشي في بلد في الحي بتاعي ولاقي ميدان قوي، إحنا وقعنا في ميادين كتير، ورسمنا حاجات كتير، وعملنا حاجات غلط كتير. انا هنا عشان احاول اقول ان الميادين مهمه وشويه ديزاين. طب بصوا على شويه الديزاينز دول. الميادين زمان كنا بنحط فيها اشخاص، الميادين دلوقتي احنا جاي عشان نحط فيها مبادئ. اشوف في الميدان مبدا بلد عايزه تتحرك، عايزة تنهض، عايزة تبقى مودرن، عايزة تبقى حديثة جدا، عايزة تبقى نشطة. الميدان فيه نور قاعد بيتحرك، الميدان فيه ايتم فيوتشرستك وحاجة شكلها واو. انا مش مع التبذير في الضوء، بس الضوء اللي في الميدان انتوا تعرفوش تأثير الضوء ايه على البشر. يعني الضوء بياع، يعني مفيش تاجر في الدنيا ما بينورش المنتج بتاعه. فاذا كنا احنا في مصر واحنا ماشيين جوه الشارع والحكومه عندها ميادين، نوروا المنتج بتاعكو، نور انك بتقولي انك بتشتغل عشان الناس روحها المعنويه تشتغل اكتر وتجري اكتر. في ناس كتير اقتنعت باننا كويسين وماشيين. كان صعب بفتره الاقتناع دي، بس يعني احنا في 3-4 سنين الناس اتحولت كتير، اتحولت لانها اقتنعت، وانا من ضمنهم والتيم بتاعنا من ضمنهم. احنا مقتنعين باننا على الطريق الصحيح، ومش هينفع نقتنع بغير كده. على فكرة هو احنا ماشيين كويس، واحنا كويسين، وكويسين لوحدنا، وكويسين بايدينا، وبالتعاون طبعا مع الاخرين. طب والحل ايه؟ في الميادين منها اشكال كتير، في منها المربع، وفي منها المدور، وفي منها المستطيل، وفي منها المشكل، وفي منها الربع مشكل، وفي منها المكسر، وفي منها المدشدش، وفي منها الجميل، وفي منها الشيك. احنا النهارده في ميدان احد الميادين في القاهره، ما بعدناش كتير، ما بعدناش عن العاصمه كتير، احنا في قلب العاصمه في الجيزه، حته في الجيزه كده تدعى الدقي. احنا في ميدان في الدقي، حي من احياء القاهره القديمه الجميله المشهوره المهمه اللي كان فيها ناس بتشتغل في الادب والفن والتاريخ والسينما، وناس كتير قوي كانت عايشه هنا. مثالي بيت عادل امام كان هنا، بيت الفنان عادل امام، بيت الاستاذ عادل امام كان هنا، وده ميدان عادي جدا. طب ما احنا عارفين الميادين، جاي تعرفنا عليهم. في ميادين كتير في القاهره، في ميدان التحرير كبير قوي وفي عالم، وفي ميدان طلعت حرب، وفي ميدان مصطفى كامل، وفي ميدان سعد زغلول، وفي ميدان لازغلي. هم ليه كانوا بيحطوا الشخص نفسه جوه الميدان؟ زمان كان الدنيا فيها في فكرتين مهمين، في دكتاتوريات زمان كانت طريقة الإعلام وطريقة إن عايزين نعظم الراجل ده أو نديله حقه أو نديله هديته أو نعرف الناس بيه. إحنا كنا مضطرين إن إحنا نعمله يا إما نرسمه يا نصوره فوتوغرافيا، ده لو كان بعد فوتوغرافيا. قبل حتى الفوتوغرافيا كان بنعمل إيه؟ بنرسمه يا بنعمله تمثال عشان نخلده، عشان نخليه نقول للراجل ده كذا. بس دلوقتي الموضوع ما بنخلدش الناس بالطرق دي، ما عادش ده الطريقه اللي بنعمل بيها كده. وحاجه تانية برضو، ما عادش فيه دكتاتوريات، فما عادش فيه ملك كذا فبيتعمله تمثال في الميدان، الخديوي كذا فبنعمله تمثال في الميدان، الرئيس كذا فبنعمله تمثال في الميدان. ما عادتش تنفع الفكره دي. احنا برضو قصتنا النهارده هي الميدان نفسه. احنا جايين نعلن النهارده بعد ما قعدنا احنا تيم المواطن 26، نعلن فكره ان الميدان ثروه قوميه، والميادين احد الحلول الذكيه جدا 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 في تعريفنا
وفي اننا نعمل دعايه لنفسنا. زمان الميادين كانت بتقول الحاضر، واحنا عشنا على الحاضر ده فترات طويله. بتخيل كده ابراهيم باشا لما حط نفسه على التمثال والحصان وهو ما كانش بيحتفل بالماضي، هو كان بيحتفل بالحاضر على فكره، ان هم اللي موجودين دلوقتي وهم المسيطرين دلوقتي وهو قائد الجيوش، وكانوا اصلا بيعملوا فتوحات. يعني كان ابراهيم باشا ده اللي نزل تحت لغايه السودان تقريبا. فاحنا هنحتفل ازاي بالحاضر في الميادين بتاعتنا؟ طب اذا كنا بنقول الحاضر بتاعنا بيقول الاستثمار والحياه والجمال هو الوطن والتعاون، طب هو فين في الميدان؟ فين الاعلان ده في الميدان؟ ما عندناش فنانين؟ عندنا. ما عندناش اركتكت؟ عندنا. طب ليه دي زعلانه كده؟ ليه دي واقفه كده حته ارض كده يا حرام غلبانه متكسره نافوره بايظه؟ ملايين البشر بتعدي من الحته دي اللي ممكن تعلم فيها 20,000 اعلان، اعلانات معنويه. انا لما اخش بلد اوصل لبلد واول اول منزل نيويورك يقول لك تايم سكوير، اتفضل تايم سكوير شكله عامل ازاي؟ تايم سكوير ميدان الوقت. الراجل بيحتفل بايه؟ بالوقت. ما هو احنا من اقدم شعوب العالم، ليه ما نحتفلش بميادنا؟ لما تيجي تدخل كده قلبك يتعور من الجمال، فيها شكل كده معماري غريب، في شياكه كده وفي جمال، في شغل مهندسين معماريين محترم. يعني انا دخلت بلد، دخلت الميدان بتاعها، مشيت في الداون تاون بتاعها، عديت في شوارع ولقيت ميادين عامله واو، هتحس بايه؟ يعني دي بلد ماسكه نفسها، بلد قويه، بلد فيها مستقبل او فيها ماضي، فبتاخد بالها من المستقبل او بتاخد بالها من الماضي بتاعها. بص الميادين مهمه جدا، ممكن بتغير انطباعات الناس اللي داخل البلد دي. يعني شوية ناس جايين دلوقتي من الصين ومن انجلترا ووفد داخل البلد دي، هيخش يلاقي ميدان زي ده، بلد غلبانة، دي كده بلد غلبانة، يعني على قدها. بص حتتين الفخار الزراف الحلوين الكميلين دول، دي كده بلد الله، مش حاجة واو، مش حاجة تخض. فين الانبهار؟ مش صعب على فكرة، ديزاين مش صعب، الستايل مش صعب، الفن مش صعب. النحاتين بتوعنا أول ناس نحتنا، نحتنا حاجات منحوتات عظيمة ومنورة وجميلة وفيها رهبة. يعني أخش مكان ألاقي ميدان أحس بعظمة البلد، بقوة البلد. لما هدخل بلد وهلاقي ميدان شكله حديث جدا ومنور جدا وشكله عالمي جدا، مستحيل اقول البلد دي يعني في القرن اللي مش عارف ايه او قديمه او مش حديثه. الحته دي ماده اعلاميه قويه جدا. الميدان اللي بيبقى في التقاطعات، واحنا عندنا تقاطعات كتير جوه المدينه بتاعتنا، المدينه لو مفروشه قدامك كده وبعدين نورت الحته دي ونورت الحته دي ودي ودي ودي، يعني خمس ست حتت، خمس ست ميادين، اديت لهم صبغه حديثه تاتش كده، ان الحته دي عمل فني حلو، عمل فني، عمل فني، عمل فني، عمل فني. انا قصدي ان الخمس ست اماكن هيدوا، هيصبغوا على المكان كله، انطباعاتهم هتصبغ على المكان كله. يعني قصدي ان انا هحاول اعمر القاهره كلها واخليها كلها حديثه. صعب، صعب بين يوم وليله، بس بين يوم وليله ممكن قرار الميادين يديني انطباع ان القاهره مدينه تتحرك الى المستقبل من خلال 10 ميادين، و10 ميادين 10 مليون جنيه ب 100 مليون جنيه، ومين اللي هيدفعها؟ برضو التجار. مين التجار؟ الشركات، بس يبقى مشروع قومي. مين الديزاينز ومين الديزاينرز؟ والله فنون تطبيقيه تعملها، مش التجار من الفنانين، لا، الشباب، الشباب، الشباب المطرقع، المواطن 26 يعملها، مش المواطن 26 اللي هو انا، المواطن 26 الصفحه. لو انتوا قلتوا يلا الصبح بكره الصبح اعملوا لي 20 فكره فيوتشرستك وحديثه جدا، الحكومه قالت طيب بكره الصبح يلا اعملوا الميادين، وروني افكار الميادين بتاعتكم اللي هنعمل 10 ميادين ب 100 مليون جنيه، احنا هناخد الاعلان كده نرميه على الصفحه واحنا هنجيب لكم 20 30 اقتراح، وانا متاكد من كده. مش هنعمل زلعة ونحط حواليها حتة فسيفساء، لا، ده كله كوم. وفي حاجة اسمها برضو، في فكرة تانية اسمها الفي جي، الراجل احنا عندنا الدي جي ده الديسك جوكي، الراجل اللي هو الدي جي، الراجل بتاع المزيكا. وفي في جي، في جي دلوقتي كانت فكرة زمان اللي هو الراجل اللي بيعمل بيغير النور مع الراجل اللي بيقعد يلعب مزيكا. طب ايه في جي ده برضو؟ الفي جي ده لوحده مصيبة سودة. في عروض في جي قوية جدا بتتعمل في الميادين، تغير روح البلد، بتدي روح عمل. زائد ان احنا بقى لو عملنا في جي بتاعنا، في جي ده هشرحه ازاي؟ مش عارف يتشرح ازاي. بص كليب الفي جي ده.
شفته في كليب الفيجي. تخيل بقى فيجي مش برسوم مترقعه، لا برسوم اسلاميه مثلا، برسوم فرعونيه، بانوار وديزاينز وتصميمات من ثقافتنا، ما دي ما حصلتش. تخيل ميدان عملت له شكل حلو وفي نفس الوقت عملت فيجي. امتى؟ في المواسم، في الاعياد، في الحاجات. احنا بنقول كل الافكار البسيطه جدا، صدقونا او ما تصدقوناش براحتكم، بس احنا هنا ده هو البرنامج ده عشان نقول لكم كل الافكار اللي هي بسيطه جدا وما بتجيش في بال ناس كتير وبتعمل بنظريه ديسباسيتو. برضه فيديو كليب ينقل بلد، في جي ينقل بلد، 10 ميادين ينقلوا القاهره، يدوا فكره للقاهره. يعني انا حاسس ان انا القاهره مثلا بالنسبه لي في حقبه من الزمن كده قبل الانوار بتاع برج القاهره وبعد الانوار بتاع برج القاهره. بالنسبه لي لما بمشي بالليل وبرج القاهره منور انا بنبسط، بحس ان البلد دي شغاله، دايره مبسوطه حلوه، مبسوطه النهارده. لما بيبقى زعلانين على اخواننا الشهداء او حد وبنبقى طافيين وبحس ان يعني في حاجه حصلت. باريس نفس الحكايه، هي منوره. بصوا مثلا البرج بتاع باريس، حته بتاعه كده هو البرج ده ومنور كده وبيضفي جمال وبهجه للبلد كلها. نفس الحكايه الميادين اللي بتكلم عليها، انا بتكلم على الميادين بس في ناس هنا عايشه فكره الميدان وكانه ايه لف الصينيه، هو اخره في الميدان انه لف الصينيه ولف لف الصينيه وتعالى، شايف الطريق ده اخره صينيه لف الصينيه، هو ده بالنسبه له اخر الميدان. لا احنا مش جايين نقول ان الميدان لف الصينيه. طلبوا مننا ما طلبوش تصميمات مش مهم، رمضان كريم ما تنسوش تطلبوا وتبعتوا لنا كل اقتراحاتكم وديزايناتكم، اللي عجبته فكره عايز يعملها، اللي عجبته فكره عايز يشتغل عليها ارجوكم ارموها لنا على الفيسبوك، صفحه بتاعتنا الموت 26، قناه بتاعتنا القاهره والناس وبس. عايز اطلع ما انت فيها اهو، انت كده فيه. لا 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 ده هو ده البطل بتاعي اهو، انا الحمد لله لقيته اهو. يابا انا تحت امرك اهو. امر الله. مش عايز فلوس يا عم. في ثلاث عندي ثلاث مشاهد. ماشي اطلع من غير. في واحد مشهد واحد عليه فلوس. عليا ليا انا؟ اه. وفي مشهد ثاني واحد. عايز حاجة انت بتشتغلني. واحد مشهد الأول واحد عليه فلوس. المشهد الثاني. أيوه. واحد عنده عيال كتير. ما أنا عندي عيال كتير طبعا. المشهد الثالث. أيوه. أبو الراجل ده. اه. المشهد اللي انت تقول لي عليه اعمله. احسن ميدان قابلته في حياتك فين؟ احسن ميدان قابلته في حياتي فين؟ ميدان لبنان. تاني احسن ميدان قابلته في حياتك ايه؟ ميدان ابن الحكم. بس بجد انا هطلع ولا هم انا بس مستغرب ان انا وانت مع الراجل ده على التليفون بقالنا فتره. لا ده عادي اهو. السلام. ماشي. والله بجد ما بهزر. هو ايه ده بقى؟ ما انت طلعت اهو، هطلعك هطلعك فين تاني؟ هتطلع فوق السكوتر. بيست بوي ان ذا سيتي.